هي قناه شوف اقفاس. كنرحبوا بكم من جديد، جينا باش نقدموا لكم السفلي للناس اللي كيقلبوا على السفلي. سفلي عالي على الارض 5 ديال الدرجات بالنسبه باش عالي على الدخله ديال الاقامه. اقامه من اير بلس 4 كيتواجد فيها لاسانسور وكذلك مرآب ديال السيارات. 9 ديال الشقق في الاقامه السفلي، وكل طبق كيتواجد فيه 2 ديال الشقق، 8 ديال الشقق اسفلي. هذا هو لاسانسور، هذا هو الدروج اللي كيؤدي للباركينغ ديال الطوموبيلات. السفلي المساحه ديالو تقريبا 90 متر. كيتواجد صالون وغرفه وكذلك مطبخ وغرفه ثانيه. 2 ديال الحمامات، كيتواجد حمام خارج الغرفه وحمام داخل الغرفة. الأرضية ديال السفلي عبارة عن رخام بالجعد. الإطلالة ديال المرافق ديال السفلي كتطل على شريع ديال 15 متر. إطلالة كتكون مشمسة في الفترة الصباحية حتى لبداية الفترة المسائية. ديزاين كذلك مجهز بالسبوت وكذلك بالليد. كما كتشوفوا التقسيم ديال الاستقبال كيدل على ان كيتواجد صالون بلمسه بلديه في الديزاين، وكذلك السيجور بلمسه روميه. استقبال كبير، ممكن انك دير جلسه بلديه وكذلك جلسه روميه. بالنسبه للنوعيه ديال الصباغه في جميع المرافق عباره عن بلاتينيه. هذه الغرفة الأولى، الغرفة الأولى كيتواجد في القبة ديالها خزانة من 2 ديال البيبان كوليس مقسمة ومغلفة كما ينبغي بالنسبة للجودة ديال الخشب باش نقسمها لهيتر. تقسيم ديال الخزانة عصري، كتواجد بلاصة ترتيب الملابس وبلاصة كذلك ديال العلاقة ديال الملابس، بالانستالاسيون ديال لا تيليفزيون. الجميل في السفلي انه كيطل على الشارع، جميع المرافق ديالو كيطلوا على الشارع. حاليا كتواجد الشمس في الصالون وكذلك في الغرف. السفلي بحمامين، حمام مجهز للضيوف قريب من الاستقبال. هذا هو الحمام مزلج في الحيوطة من الأرض حتى البلافو، كذلك البلافو مزلج لأنك تواجد فوق منه السدة باش توضع فيها الأمتعة اللي ما كتستعملهاش في الحياة اليومية. وكذلك السفلي بمطبخ بيان إيكيبي مقسم بالإم دي إف كما كتشوفوا، بوطاجي على شكل إل. كيتواجدوا الأكسسوارات اللي كتحتاج في المطبخ ديالك بما فيهم الفرن، بوطا كاستري وكذلك لاهوط. هذا اللون الفضي جاي متناسق مع الرخام اللي كيتواجد كذلك في البوطاجي. مطبخ مزلج كذلك في الحيوطة من الأرض حتى البلافو كما كتشوفوا. كذلك المطبخ كيطل على شريع ديال 15 متر. حنا كنتواجدوا في طريق صفرو، وفي إقامة من اير بلس 4. الثمن ديال السفلي غتلقاوه في الاخر ديال الفيديو. حنا كنعرضوا لكم التصميم وكذلك لا فينيسيون. الالومنيوم عبارة عن الومنيوم بومبي. الخشب كذلك اللي كيتواجد في السفلي عبارة عن هيتر في البيبان وكذلك في البلاكارات. الاكسسوارات اللي كيتواجدوا في الحمامات وكذلك في المطبخ. هذه الغرفة الثانية، السفلي كيتواجد فيه 2 ديال الغرف، ولكن الغرفة الثانية المساحة ديالها كبيرة. الغرفة بالتقسيم ديالها مخصصة للنوم ديال لي بارون. كيتواجد في القلب ديالها حمام، اكسسوارات فاسك وكذلك مزلج في الحيوطة ضد الرطوبة. كيتواجد كذلك بلاكار من 2 ديال البيبان كوليس
بنفس التقسيم ديال الخزانه اللي شفتو في الغرفه الاولى. غرفه مريحه لان المساحه ديالها كبيره، كما كتشوفوا الطول ديالها تقريبا 7 متر والعرض ديالها 3 متر. دير الناموسيه ديالك وكذلك دير ان بتيتي جور في الغرفه ديالك بديزاين كذلك مجهز كذلك باضواء عصريه للسبور وكذلك بالليد الراس ديال الناموسيه كيتوجه بالديكور الممتاز بالانستالاسيون ديال لي طابل دونوي. كما كتشوفوا الارضيه ديال الغرفه ديال النوم كذلك عباره عن رخام. الثمن ديال السفلي مقارنة مع الموقع ديالو ثمن ممتاز، ثمن 60 مليون سنتيم. ما عليكم غير تزوروا السفلي باش تطلعوا كذلك بشكل مباشر على التصميم ديالو وكذلك لا فينيسيون وكذلك تطلعوا على المرافق العموميه اللي كتواجد قريبه من السفلي بما فيهم المدارس وكذلك الكليات. مهم باش تطلعوا على الفيديو التفصيلي ما عليكم غير تزوروا القناه ديالنا على اليوتيوب شقق فاس باش تطلعوا على العروض السابقه وكذلك باش توصلكم العروض ديالنا في الحين. ما عليكم غير تشتركوا في القناه وكذلك طلعوا على الصفحه ديالنا على الفيسبوك شقق فاس وكذلك على الانستغرام. الى اللقاء، الى عرض جديد وكذلك الى فيديو جديد على قناتكم شقق فاس.